مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا التانية، الفقرة الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية، وده من خلال ضيفتنا اللي معانا عبر الهاتف دكتور مريان جرجس الكاتبة الصحفية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذة ريني، وصباح الفل على كل المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا، تحياتنا لحضرتك. خليني أبدأ مع حضرتك على طول من نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. الرئيس السيسي وجه بالارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديد وتدريب العاملين بها. تفاصيل الخبر بتقول اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار باستغلال تطوير تلك المحاور لرفع كفاءة المناطق المحيطة وزيادة الخدمات بها في إطار تنموي متكامل، كما وجه بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري في ديسمبر من العام الجاري، فضلا عن إنشاء ورش بديلة لتلك المتواجدة أسفل الطريق الدائري في تجمع منفصل كامل الخدمات خارج الكتلة السكنية. يعني رؤية حضرتك طبعا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من المجالات، ونروح للمجال الخاص بوزارة النقل، رؤية حضرتك لهذا الاجتماع طبعا وأهم ما جاء فيه أيضا. صحيح، خليني أقول لحضرتك يا أستاذة رني أن السيد الرئيس ورؤية الدولة المصرية بأكملها لا تهتم فقط بالمشروعات التنموية والمشروعات الكبيرة وتطوير المرافق اللي هي طبعا من أجل حياة كريمة لكل المصريين، ولكن دلوقتي إحنا بنهتم بتطوير العنصر البشري والمورد البشري الأهم، وهي دي الموارد البشرية والاهتمام بها على رأس كل المشروعات التنموية، لأن بدون هذه الموارد البشرية لن تدار أبدا المشروعات التنموية الكبيرة أو أي من المرافق. لو هنتكلم على مرفق السكة الحديد تحديدا، طبعا مصر هي من أولى الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي كان عندها سكة حديد منذ عهد الخديوي إسماعيل سنة 1835، ولكن هذا المرفق الحقيقة عانى كثيرا في العقود الماضية من كوارث كثيرة كنا بنشوفها قبل 2013، ويمكن ده كان ناتج عن بعض من الفساد الإداري والمالي، ويمكن كنا بنشوف بعض من الركاب اللي بيستقلوا القطار دون دفع التذكرة، وهذه إهانة أو هذه الاستهانة بهذه التذكرة أهدرت هذا المرفق لسنوات كثيرة. ولكن بعد دولة 30 يونيو طبعا و2013 لقينا أن هناك اهتمام كبير بهذا المرفق، ليس فقط للتطوير ولكن للحفاظ على هذا المرفق والحفاظ وفرض غرامات على من يستهين أو يستهتر بالمرفق أو بقوانين السكة الحديد. بالطبع يمكن في كلمة مهمة جدا للسيد الرئيس قالها منذ بعض بضعة أشهر، وقال أن بنهاية هذا العام 2021 العام الجاري لن تكون هناك عربة قديمة في السكة الحديد، وبالفعل قامت مصر مع تحالف روسي مجري على تسلم 1300 عربة جديدة لإحلالها في بدلا من العربات القديمة في السكة الحديد، وتسلمنا حتى الآن 353 عربة، وطبعا كان بهذه التكلفة كانت حوالي مليار يورو. بالطبع كمان هناك شراكة مع شركات ألمانية وفرنسية وروسية لإدارة هذا المرفق وتطوير الإدارة وتطوير نظام إدارة هذا المرفق ليكون على يحقق أعلى المعايير المنشودة. كمان كان في كلمة صرح بها السيد الرئيس، وهو أن الكوادر الفنية من كليات الهندسة والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة هي اللي هتقوم بقيادة القطارات، لأن مع هذه التكنولوجيا الجديدة نريد طبعا من الكوادر المتدربة على هذه التكنولوجيا الجديدة. كمان خليني أقول لحضرتك أنه من التنسيق والتناغم اللي دايما بنشوفه اللي اعتادنا عليه مع الوزارات المصرية أو في الحكومة المصرية، وزارة الري منذ بضعة أيام أعلنت أنها ستخصص بعض من الأراضي المملوكة لوزارة الري لتقوم بها غرف للمزلقانات لبعض القطارات، وبالفعل تم تطوير حوالي 166 كيلومتر على طريق القاهرة الإسكندرية من أصل 208 مفروض من الانتهاء ليهم أو من المفترض الانتهاء ليهم هذا العام. وأيضا احنا عاملين شراكة مع شركة ألمانية لتطوير الإشارات السكة الحديد، ودي نقطة مهمة جدا لأن احنا بنلاحظ أن الكوارث كلها أو الحوادث كلها بتحدث عند نقط المزلقانات أو نقط إشارات مرور السكة الحديد. صحيح. كمان أصدرت وزارة النقل كتيب ب 18 محظور فرضته على كل الركاب اللي بيستقلوا أو بيستخدموا السكة الحديد، لأن في حاجات مهمة جدا يمكن هي بتكون برضو سبب في الحوادث الكثيرة اللي بنشوفها في هذا المرفق، أن مثلا مكبح الأمان أو زرار الأمان اللي ممكن أي راكب أنه يدوسه في أي وقت ويتسبب في توقف القطار بشكل مفاجئ، طبعا بعض من العادات السيئة زي التسطح على عربات القطار أو السير على السكة الحديد، كل هذه المحظورات قامت بها وزارة النقل في كتيب صغير بتحذر منه المواطنين طبعا لأمنهم.
طيب من الوزارة أو السكك الحديد نروح مع حضرتك للطرق والكباري، يعني كمان الرئيس خلال الاجتماع أكد على الانتهاء من تطوير الطريق الدائري في ديسمبر الجاري. رؤية حضرتك لاهتمام الرئيس بالطرق والكباري والتوسع في هذه المشروعات؟ صحيح، يمكن الطريق الدائري بيشهد دلوقتي رفع كفاءة وتطوير، وإن هو يكون يتسع إلى 8 حارة مرورية، ويمكن منطقة الأوتوستراد فقط هي اللي هتقتصر على 7 حارة مرورية، ونتيجة طبعا إن بيكون في بعض من البيوت المبنية على هذا الطريق. ولكن توسيعة الطريق الدائري وكمان إنشاء محور جديد كان يتحدث عنه بالأمس، وهو محور المريوطية اللي يربط بين الدائري والدائري الإقليمي والدائري الأوسطي، هذه الشبكة من الطرق طبعا يمكن احنا دايما بنقول عليها شرايين جديدة لراحة المواطنين وتسهيل وتيسير حركة المرور. والحقيقة انه يمكن احنا في السنوات المقبلة هنشهد غلق مثلا زي طريق شارع الهرم نتيجة طبعا حفر طريق المترو ومحطات المترو او خط المترو الجديد، وده هيسبب ازدحام مروري او تكدس مروري، فكان لابد من وجود او تواجد بعض من الطرق البديله وانشاء الكباري البديله كي لا يحدث اي تعثر في هذه المكان. رؤيه حضرتك لردود افعال الناس في الشارع المصري، يعني كنا في الاول بنحس ان الطرق اتقفلت ازاي، طب هنمشي ازاي، احنا متعودين على كده، الطرق هي كده، يعني متعودين دايما على الزحمه بس عارفين الطريق. دلوقتي كميه الكباري وسهوله الوصول لأي مكان أنا عايزة أروحه أو أي حد عايز يروحه، يعني حضرتك تابعتي إزاي ردود أفعال الشارع المصري؟ صحيح، يمكن في البداية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي كنا في البداية بنستهجن هذا السلوك وبنقول هذه الأموال كلها المصروفة في الشوارع، ولكن الحقيقة أن فعلا شوارعنا وكان لابد أن احنا نعترف، والحكومة المصرية كان لديها الأمانة أن هي تعترف أن لدينا مشكلة كبيرة في الشوارع، أن هي كانت متهالكة وكانت لا تصلح لي حتى أن احنا ندخل مرافق جديدة أو نصلح مرافق جديدة، وكان لابد طبعا من إقامة كباري وتيسير الحياة المرورية وتيسير المرور في هذه المناطق. دلوقتي طبعا ده بيكون لي مردود إيجابي على كل المواطنين اللي بالفعل ده بيلمس حياة كل إنسان فينا، بيتحرك بيروح شغله بيروح أي مكان، بيحس قد إيه الموضوع فرق كتير جدا وبيأثر إيجابا على حياة المواطن المصري. صحيح. طيب هنطلق مع حضرتك لمنشط آخر ونروح لملف سد النهضة. معانا منشط خاص بتصريح للسودان. السودان بتقول وضع إثيوبيا السياسي جعلها تتراجع عن توجهها المضر بشأن سد النهضة. قال مسؤولون في السودان أن الوضع السياسي الداخلي لإثيوبيا جعل أديس أبابا تتراجع عن توجهها المضر بشأن سد النهضة، وده في إشارة إلى الضرر المتوقع من السد على دولتي المصب مصر والسودان. كما أكد المسؤولون السودانيون استعداد بلادهم لحل قضية سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وبمشاركة أطراف دولية. يعني في البداية حابة أسأل حضرتك عن يعني رؤية حضرتك الشخصية لملف سد النهضة. خليني أقول لحضرتك إن الحقيقة إن إحنا كنا لحد فترة قريبة بنقول فقط إن أثيوبيا يعني تمارس التعنت السياسي والتعنت الدبلوماسي، ولكن دلوقتي هي بتمارس قضية أخطر من كده، وهي حجب المعلومات عن دولتي المصب خاصة في هذا التوقيت الحرج. إحنا على بعد 3 أسابيع من الفيضان اللي بيبدأ في يوليو وبينتهي في أكتوبر، وفي هذا التوقيت لابد أن يكون هناك شفافية وتصريح بكل المعلومات ومشاركة بالمعلومات، لأن المشاركة البيانات ما بين الدول في هذه القضية دي مهمة جدا لأنها تمس الأمن المائي لدولتي المصب. يعني دلوقتي السودان بتواجه خطر حقيقي، لأن هي سد روسيرس طبعا أو روسيرس هو على بعد حوالي 15 كيلو متر من سد النهضة، فإذا هو السودان مش عارف هل هو يفضي الخزان بتاع سد روسيرس أو روسيرس ولا يخليه مليان. حقيقة أن هذه التخبط ناتج عن التخبط الإثيوبي، وإحنا شفنا يمكن من أيام بسيطة جدا وزير الري والموارد المائية الإثيوبي كان عامل اجتماع مع الطلاب أو مؤتمر بحثي مع الطلاب في إحدى الجامعات الإثيوبية، ويتحدث عن عدم قدرتهم عن الملء الثاني اللي كان مقدر بحوالي 13 مليار متر ونص نتيجة عدم قدرته على اكتمال ال 13 مخارج أو ال 13 توربينة، وتم تركيب 5 توربينات فقط. الحقيقة ان احنا هذا اللقاء لابد ان نتوقف عنده، وان هو بيقول لنا وبيأكد لنا ان هناك مشكلة من ما بين الحكومة الاثيوبية وما بين الداخل الاثيوبي خاصة مع قرب الانتخابات الاثيوبية، وان هي واخدة سد النهضة او ملف سد النهضة يعني بشكل تسييس لهذه القضية من اجل صالح السلطة وبقاء ابي احمد في السلطة بدون طبعا اي اهتمام للمصالح اللي بتجبرها، لان هو نهر دولي، فاذا
الأعراف والقوانين الدولية بتكبر أثيوبيا أن هي تشارك المعلومات مع دولتي المصب. صحيح. الحقيقة أن مصر دايما السيد الرئيس يقول إحنا لدينا الكثير من الأوراق في قضية سد النهضة، وأن لولا أن مصر هي دولة شريفة لكنا استعملنا كثير من الأوراق في هذا الوقت، كان ممكن نستعمل قناة السويس للضغط على المجتمع الدولي عشان توقف التعنت الإثيوبي، وإحنا شفنا قد إيه لما إيفر جيفن جنحت في قناة السويس تغيرت أسعار النفط في العالم كله، ولكننا لا نفعل ذلك. لدينا أيضا الضيوف اللاجئين اللي دايما السيد الرئيس بيطلق عليهم الضيوف، وهم 5 مليون لاجئ إثيوبيا تركيا عفوا لديها 3 مليون لاجئ وتستعملهم كورقة ضغط، ولكن نحن لا نفعل ذلك. ايضا طريق الحرير احنا نستطيع ان نغير معالمه كاملا بخروجنا منه المتوقع ان احنا نشارك فيه بقناه السويس، وهو طريق الحرير اللي بتقوم به بكين او الصين، ولكننا ايضا لا نفعل ذلك. فاذا التمسك اثيوبيا ايضا بواسطه الاتحاد الافريقي وذلك لوتيرته البطيئه ده غير مقبول، والدوله المصريه لازالت تتمسك بالدبلوماسيه ولازالت تتمسك بالاشقاء وبلفظ الاشقاء الاثيوبيين، وتقول ان احنا على يعني بننشد او بنرجو ان يكون هناك التزام وقانون ملزم لقواعد ملء وتشغيل هذا السد، ولكن من المتوقع دلوقتي او من الواضح ان احنا خلاص مش هتقدر اثيوبيا تقوم بالملء الثاني بشكل كامل، ولكن ستقوم بملء حوالي 4 مليار متر مكعب حسب الممر الاوسط ما تم تعريته. والحقيقه كمان خلينا نطمن الساده المشاهدين استاذه رني ان الدوله المصريه بتتابع هذا الامر عن كثب، لان احنا عندنا قمر صناعي بيلف حوالين اثيوبيا او بيمر وبيلتقط صور كل 5 ايام، يعني احنا كانت اخر صوره عندنا 2 يونيو هذا الشهر، طبعا النهارده 70 يعني النهارده هيكون في صور جديده عن بالقمر الصناعي عن هذا السد، وده اللي بيطمننا ان الدوله المصريه مراقبه كل التفاصيل الفنيه اللي بتقوم بها اثيوبيا. صحيح. طيب هروح مع حضرتك لمنشط اخر ايضا له علاقه بسد النهضه. سفير المانيا بالقاهره بيقول المياه اهم ما نبحثه مع مصر باعتبارها شريكنا بالمنطقه. قال سفير المانيا بالقاهره ان مصر شريك اساسي ودائما نتحدث معها في الازمات التي تخص مصر والتي تخصنا أيضا، وأعني هنا أزمات غزة وليبيا، ومن مصلحتنا جميعا أن يكون هناك استقرار في ليبيا حتى لا ينتشر عدم الاستقرار في المنطقة، متابعا مسائل المياه أهم القضايا التي نتحدث فيها معا، لأنه إذا ساء الحال في مصر ساء بالنسبة لنا أيضا، فلدى مصر وألمانيا علاقات ثنائية خاصة في مجال التعليم والتعليم العالي، وهي علاقات خاصة ومتميزة وتجد اهتماما كبيرا بين مصر وألمانيا وعلاقات عميقة. خلينا نتكلم في البداية دكتور يعني عن كلام سفير ألمانيا بالقاهرة ما يخص المياه، ويعني هو قال مسائل المياه انه ده بيخص كمان يعني اذا ساء الحال لمصر ساء الحال بالنسبه لالمانيا. صحيح، ده يمكن كلام السفير الالماني بيؤكد ثقل مصر في الاقليم وثقل مصر امام المجتمع الدولي. في الاونه الاخيره والسنوات الاخيره شاهدنا كيف مصر ساعدت حل القضيه الليبيه وايضا في اعاده اعمار قطاع غزه ووقف اطلاق النار، والحقيقه ان هذه القضايا كانت قضايا كبيره وثقيله، وتدخل مصر فيها كان بخطى ثابته وقويه جدا مما وطد اقدام مصر امام المجتمع الدولي، وده يمكن ده اللي بياكد النقطه المهمه جدا ان مصر هي صمام الامان خاصه في الهجره الغير نظاميه او الهجره الغير شرعيه، اللي هي طبعا بتمثل عبء كبير على كل الحكومات الاوروبيه منها المانيا ايطاليا. فإذا تخلت مصر أو انشغلت في قضية أمن مائي أو انشغلت في جفاف أو جفاف ممتد نتيجة هذا السد اللي مش فقط له هذه الأبعاد أو له التداعيات، ولكن أيضا له أبعاد بيئية ستغير من وجه مصر كله، فبالطبع سيتحول شريط البحر المتوسط إلى مجموعة من القوارب الهجرة الغير نظامية سواء من ليبيا سواء من تونس أو من غزة أيضا، وده اللي هيمثل عبء كبير على المجتمع الدولي وعلى شرق أوروبا تحديدا. إذا من مصلحة هذه الدول ومن مصلحة المجتمع الدولي أنها تقف بجوار مصر وتتخذ هذا الموقف الرشيد وتجبر أثيوبيا على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي وملزم أيضا يحدد قواعد ملء وتشغيل هذا السد. نعم، هنطلق مع حضرتك لمنشط آخر معانا. جونسون يدعو إلى تطعيم العالم قبل نهاية 2022. تفصيل خبر بتقول يعتزم رئيس الوزراء البريطاني دعوة قادة دول مجموعة السبع إلى الاتحاد من أجل تطعيم العالم بحلول نهاية العام المقبل.
لإنهاء جائحة فيروس كورونا بحسب ما أعلن مكتبه. وسيحض رئيس حكومة المحافظين الذي يستضيف قمة مجموعة السبع من الجمعة إلى الأحد بجنوب غرب إنجلترا نظراؤه في الدول الصناعية فرنسا وإيطاليا وكندا وأيضا اليابان وألمانيا والولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق هذا الهدف. وتابع أدعو زملائي قادة مجموعة السبع للانضمام إلينا في إنهاء هذه الجائحة الرهيبة، وأتعهد بأننا لن نسمح أبدا للخراب الناجم عن فيروس كورونا بالحدوث مرة أخرى. ويأمل جونسون أيضا في إمكان تعزيز نظام مراقبة عالمي لاكتشاف المتحورات الجديدة للفيروس قبل انتشارها. يعني تعليق حضرتك عن هذا المنشد؟ صحيح، يمكن بريطانيا من الدول اللي اهتمت جدا باللقاح وتطعيم أكبر قدر والفئات المستحقة زي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والحقيقة يمكن ده شاهدنا نجاح في بريطانيا أن هي قدرت تسيطر على عدد الإصابات وأيضا وصلت إلى حالة صفر وفيات، وهذا إنجاز طبعا يمكن لابد أن نحتذي بهذا النموذج. وأهمية اللقاح طبعا، ويمكن الدولة المصرية لم تدخر جهدا أبدا في توفير اللقاح خاصة لكبار السن ولا أصحاب الأمراض المزمنة، وهناك طبعا الموقع الإلكتروني بيتم التسجيل عليه وبيدي أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة اللي هم طبعا بيكونوا الفئات الأخطر بالإصابة أو بتكون الإصابة فيهم شديدة عن باقي الفئات. الحقيقة إن إحنا لو هنتكلم على اللقاح، هناك منظمة كوفاكس هي واحدة من الركيزة من الركائز الثلاثة التابعة للمنظمة الصحة العالمية، وهي فاسيليتي بتحاول توصل اللقاحات للدول ممكن النامية والدول في إفريقيا اللي من الصعب إن يوصل لها اللقاحات بشكل سريع جدا. وبالفعل كوفاكس وصل لنا أكتر من مرة كذا جرعة من هذا اللقاح، وطبعا الدولة المصرية يمكن عملت تنويع في مصادر اللقاح ولم نكتفي بمصدر واحد، وأيضا بنهاية هذا الشهر سيكون لدينا أكتر من 2 مليون جرعة من سينوفاك اللي هو اللقاح المصري، وده توفيرا لكل الأموال اللي كانت بتصرف أو كان بندفعها ثمن هذا اللقاح المستورد، ولكن بالمصل واللقاح سيتم فعلا إنتاج سينوفاك، ويمكن هو قريب في التركيبة من اللقاح الصيني سينوفارم، وهذا إنجاز طبعا يبد أن يحتسب للدولة المصرية. ولكن خليني أكد مع حضرتك مع السادة المشاهدين على الإجراءات الاحترازية وأيضا الاستثمار في المناعة دايما زي ما بقول وبشرف بقول مع حضرتك هذه النقطة، لأن المناعة هي حائط الصد الأول حتى لو حصل إصابة، ولكن لو مناعة هذا الفرد قوية بالفعل بتكون الإصابة أقل وأقل في التداعيات بتاعتها. طيب دكتور، وصول بريطانيا لعدد الإصابات صفر أو زيرو ده علشان هم قفلوا الدولة كاملة، هل إحنا محتاجين كمان نقفل يعني زي ما وصلنا كنا في الأول كورونا قفلنا على نفسنا شوية وكان الموضوع شوية صعب لأن كان في عمالات غير منتظمة وكان في يعني ضرر اقتصادي كبير، هل إحنا محتاجين نعمل ده؟ يعني إحنا بنعدي ذروة الموجة الثالثة بس إحنا لسه موجودين في الموجة الثالثة. بالضبط، يمكن فكرة الغلق لم تعد مجدية حتى أمام كل الدول الأوروبية والدول الكبيرة، وما اعتقدش ابدا دلوقتي ان احنا بصدد ان احنا هنعمل غلق، وليس من سياسه الدوله المصريه لان هو لن يعود بشيء غير ان هو بس هيعود بتداعيات اقتصاديه سلبيه على الاقتصاد المصري اللي بالفعل بيحقق معدلات نمو ايجابيه. ولكن الحقيقه الحاجتين او طوق النجاه هو اللقاح اللي حقق معدل وفيات صفر في انجلترا، ولكن يعني معناها ان اللقاح على الاقل حتى ده بيدينا فكره ان هو حتى لو ليس لديه الكفاءه الكامله ان هو يمنع الاصابه، ولكن الإصابة بتكون خفيفة، يعني بتيجي بأعراض بسيطة لا تصل ان المواطن المصري ان هو يتحجز في المستشفى او يتحط على جهاز او المصاب عفوا وليس المواطن المصري يتحط على جهاز تنفس صناعي. فطبعا لا اعتقد ان احد دلوقتي في العالم كله بيفكر في سياسة الغلق قد ما بيفكر في التلقيح. يعني في انجلترا لما هيوصلوا ل 60% فاكسينيشن او تلقيح لكل البوبوليشن او الشعب البريطاني هيتم حتى تخفيف الاجراءات الاحترازيه هناك. اكيد. طيب هروح مع حضرتك لمنشط اخير معانا، النواب يوافق على تعريف الاصول بالصكوك السياديه بعد جدل بشان قناه السويس والسد العالي. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامه أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تعريف كلمة الأصول الواردة في مشروع قانون السكوك السيادية المقدم من الحكومة والذي يناقشه المجلس. جاء ذلك بعد جدل واسع شهدته الجلسة حول تعريف كلمة الأصول، حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالي: الأصول
أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية. يعني رؤية حضرتك لهذا المنشأة؟ صحيح. خليني أقول لحضرتك يا أستاذة رنين أن هذا القانون أو مشروع القانون اللي أصبح قانون سيقوم بطفرة نوعية في الاقتصاد المصري، لأنه هيدخل مصر عالم التمويل الإسلامي وعالم الصكوك السيادية، والحقيقة أن ده بيقلل الفراغ أو بيسد الفراغ التشريعي اللي كان موجود من سنة 2018 نتيجة القانون رقم 17 اللي تم إلغائه لسنة 2018، واستمر هذا الفراغ التشريعي لمدة 3 سنوات. حين الصكوك السيادية هي مجرد أوراق مالية لتمويل الموازنة العامة للدولة، والحقيقة أن هذه الصكوك اللي هي بتقوم على نظام الشريعة الإسلامية أو التمويل الإسلامي، إن إحنا طبعا في العالم الوطني العربي كله حوالينا كل الدول ونحن في قمة الاندماج الاقتصادي العربي والإقليمي والقاري، طبعا على رأسهم السعودية وتركيا وبريطانيا، أيضا كانت من ضمن الدول اللي قامت بسقط هذه الصكوك السيادية في 2014 بقيمة 2 مليون جنيه استرليني. حقيقة أن هذا النظام هو بيعمل أو بيضمن لنا حاجتين. أول حاجة هي تنويع قاعدة المستثمرين، لأنه بيكون في عامل جذب لكثير من المستثمرين لأنه قائم على مشاركة الربح والخسارة أيضا، وكمان بيعمل لنا حاجة اسمها تنويع آليات التمويل لموازنة العامة الموازنة العامة للدولة وعدم قصرها على البنوك فقط، يعني بيخفف العبء من على البنوك، وأيضا بيعمل على خفض عجز الموازنة العامة وإطالة عمر محفظة متوسط الدين، وأيضا بيقدم منتجات جديدة لأدوات الدين. فالحقيقة أن هذه الصكوك هي يمكن عشان أقرب الصورة للمشاهدين، هذا الصق هو زي السهم، ولكن يختلف عن السهم أن الصق هو ليه عمر افتراضي أو ليه عمر أو أجل معين، وهو 30 سنة يمكن ده اللي أقره مجلس النواب بالأمس، وبيكون لصاحب هذا الصك هو ملكية حصة في أصول مشروع معين أو مشروع استثماري. كان الجدل طبعا قائم على قناة السويس وعلى السد العالي، لأنه أحد النواب قال أنت ما سد النهضة أيضا كان هناك دول بتمول عن طريق هذه الصكوك بتمول سد النهضة، وده اللي خلى أن هناك دول تقف وراء إثيوبيا، ولكن بالطبع يمكن وزير المالية أكد وطمن على هذا الموضوع وقال لا مانع من إضافة هذه الجملة، ولكن تم الاعتراض عليها لعدم إعطاء شبهة سيئة لهذا القانون. أنا بشكر حضرتك يا دكتور جدا على تحليلك الصحفي الأكثر مراعي. دكتور بشكرك، دكتور مريان جرجس الكاتبة الصحفية، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا دكتور. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل نرجع مع فقرتنا الأخيرة، خليكم معنا.